السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة عن النرجسية. بعد سنين من الإساءة والتلاعب بيك من النرجسي، فجأة بتلاقيه ظهر وبيدعي إنه اتغير، وللأسف بتقع في الفخ مرة تانية وبتصدق وعود التغيير. ولكن إيه اللي هيحصل لو كانت عودة النرجسي دي مش أكتر من خدعة جديدة؟ يا ترى سألت نفسك قبل كده ليه النرجسي بيرجع تاني بعد ما بيختفي حتى ولو بعد سنين؟ في الحلقة دي هنتكلم عن أسباب للي بيحصل ده. لما النرجسي بيختفي ما بيكونش اختفى علشان هو خلاص بقى كويس وقدر يتعلم ازاي يبقى حد كويس، ولكنه بيختفي لانه بيكون حصل على اللي هو عايزه منك وبعد كده ما بيهموش اي حاجة تانية. النرجسي ما بيهتمش ابدا بوجعك او احساسك بالالم حتى ولو كان اللي بيتألم مش انت وبس ولكن اولاده كمان، واقصد هنا اذا كان النرجسي طبعا راجل او ست. كمان النرجسي ما بيهتمش ابدا اذا كان غيابه ده اثر على حياتك او على حياة اولادك او ان حصل لك معاناة بسبب غيابه ده. النرجسي دايما بيبحث عن اي وسيلة يملى بيها الفراغ اللي في حياته، وبيحس بالملل كمان بسرعة. لما النرجسي بيرجع مرة تانية بعد غيابه بيكون لانه محتاج لحد يمارس معاه العيبه مرة تانية، ومن الممكن انك تكون هدف سهل جدا لانه بيكون معتقد انك مفتقد ثقتك بنفسك او انك مستعد في الوقت ده انك تعمل اي شيء هو عايزه. النرجسي كل اللي هو عايزه انه يلاقي حل سريع للملل اللي بيحس بيه ده، وهو عارف طبعا انك موجود في الحياة علشانه، وبيكون محتاج يحس حتى ولو من باب الاثارة انك لسه مهتم بيه او عايزه. ما بيتحملش يا جماعة ابدا النرجسي الوحدة، وبيرجع النرجسي مرة تانية علشان يتجنب الالم اللي بيحصل له نتيجة الوحدة بعد ما بيترك ضحيته. بيكون محتاج النرجسي للاهتمام علشان يحس انه بحالة جيدة بيرجع لك، وبدون الامداد النرجسي بيحس بالفراغ والنقص، وباستمرار بيكون محتاج لأي شخص يملى به الفراغ ده. علشان كده بيرجع النرجسي مرة تانية وبيحاول يحصل منك على كل ده حتى ولو رجع بعد سنين ومعاه كل الاعتذارات اللي في الدنيا. البعد عن النرجسي هو أفضل شيء تعمله لنفسك، لأنه بيحس بالحيوية والأفضلية والتفوق لما بيراقبك وبيتلاعب بيك ويسيطر عليك مرة تانية. بيكون عايز يسيطر عليك مرة تانية لأن عنده رغبة ما بتنتهيش في السيطرة على الآخرين، مش عليك أنت لوحدك. فلو أنت الشخص اللي النرجسي حاول يسيطر عليه قبل كده، فمن الأكيد أن النرجسي هيركع لك مرة تانية علشان يحاول معاك مرة تانية. ممكن كمان النرجسي يشوف ضعفك فرصة لأنه يحصل على اللي هو عايزه من السيطرة على حياتك وعواطفك وحتى قراراتك. بيستنى النرجسي اللحظة المناسبة اللي يرجع فيها ويبدأ محاولاته معاك مرة تانية، وفي الغالب النرجسي بيترك ضحيته لما بيحس بأنه بيفقد السيطرة عليها. فلو كان في إمكانه أنه يسيطر عليك عن طريق أنه يبعد عنك لفترة من الوقت فهيعمل كده فعلا. لما بتترك النرجسي نهائيا بتلاقيه يحاول يتواصل معاك من وقت للتاني علشان يعرف إذا كان من الممكن استعادتك واستعادة اهتمامك مرة تانية ولا لأ. وكل ما النرجسي بيلاقي ان محاولاته بتجيب نتيجة معاك وبتخليك توقف مقاومتك لمحاولاته، كل ما بيستمر في محاولاته دي لحد ما بينجح في النهاية في استعادتك. لما النرجسي بيرجع لحياتك مرة تانية بعد سنين من اختفائه بيكون عنده أمل كبير انه ينتقم منك ويعاقبك لو انت تركته او تخلصت منه، وده لان النرجسي ما بيحبش الرفض او الاستغناء عنه. بيكون محتاج باستمرار انك تعرف ان قطع العلاقة مع النرجسي قراره هو مش قرارك انت. النرجسي ما بيتوقفش ابدا عن العودة وبيعمل كل اللي في وسعه علشان يكون متأكد انك ما زلت جزء من حياته. وخليك فاكر ان النرجسي محتاج منك حاجة مش بيقدر يحصل عليها من حد تاني، وده اللي بيخليه يرجع لك ويعمل المستحيل لاستعادتك مرة تانية. في الغالب النرجسي بيختفي سنين ويرجع فجأة لما بيحتاج حاجة منك، وممكن يكون اللي محتاجه ده اهتمام او فلوس او جنس او الاحساس بالتفوق على حد تاني. النرجسي بيستخدمك علشان يحس بأهمية أكبر، وفي العادة النرجسي بيسيب الباب موارب كده معاك قبل اختفائه علشان يقدر يدخل منه مرة تانية لما يحب يرجع لك. علشان كده النرجسي بيحافظ جدا على انه يعرف كل حاجة بتحصل في حياتك عن طريق انه يتواصل معاك من وقت للتاني او انه يعرف اخبارك بأي طريقة ممكنة. النرجسي ما بيحسش بالرضا ابدا عن اللي عنده ودايما محتاج اكتر، ورغم ان النرجسي في معظم الاحيان بياخد منك كل اللي بيقدر عليه بدون ما يطلبه حتى، الا انه لو حس في يوم من الايام انه ممكن يحصل منك على حاجة معينة فهيرجع فورا علشان يحاول يحصل عليها منك. محتاج النرجسي جدا انه يعيش في حوارات وفي مشاكل وفوضى لانه بيحس بافضل شعور في الوقت ده.
بيكون سعيد جدا لما بيكون سبب للفوضى دي، واللي بتخليه يحصل منها على رد فعل من كل اللي حواليه. علشان كده في الغالب النرجسي بيختفي وبيرجع لحياتك مرة تانية بشكل عشوائي. النرجسي بيحب المشاكل والفوضى علشان بتديله الاهتمام وبتحسسه بالقوة والسيطرة على المواقف. علشان كده عودة النرجسي بعد اختفائه سنين بتكون طريقة تانية علشان يتأكد بيها انك لسه تحت سيطرته. لما بتدخل في علاقة مع نرجسي بيكون من الصعب عليك انك تنساه، بيكون عامل زي المخدرات، ما بتحسش بالشبع منه ابدا، ولما بتتركه وتقطع علاقتك بيه بيكون بسبب انك عرفت وتأكدت انه شخص مضر ليك وانك داخل علاقة سامة. لكن لما بيرجع بعد سنين بيكون من الصعب عليك انك تقاوم حقيقة انك لسه بتحس ناحيته ببعض المشاعر. لما بيبعد عنك لفترة طويلة وبيختفي من حياتك فجأة بيكون محتاج انه يبذل بعض المجهود علشان يقدر يرجع لك ويرجعك لحياته تاني، وده معناه انه لازم يكون على درجة عالية من الابداع والاصرار في محاولات رجوعه ليك. وقمة سعادة النرجسي لو حس من الضحية انها عايزاه او عندها استعداد للعودة، بيستمتع اكتر لما بيعرف ان الاخرين معتمدين عليه او محتاجين له في شيء معين. النرجسي عايز انه يكون متأكد انه ما زال يمتلك السيطرة عليك، وهيرجع لك النرجسي بعد سنين علشان يشوف هل ما زلت تحت تأثيره ولا لا، ويتأكد انه ما زال قادر على السيطرة على مشاعرك ولا لا. وكمان يكون عايز يعرف غيابه الفترة دي اثر فيك او حصل تغيير في حياتك بسبب الغياب ده ولا لا. ولما بيظهر عليك انك مستعد للعودة للنرجسي مرة تانية، ده بيخليه يتأكد انه عنده لسه بعض السيطرة عليك، وبيحس وقتها بقوته في علاقته بيك او بالاخرين. النرجسي بيكون عايز يتلاعب بيك وبعقلك، وما بيشبعش ابدا من السلطة اللي بيمارسها عليك، وبيدور على المزيد منها دايما. لما النرجسي بيرجع لك مرة تانية بيكون عايز يديلك امل مرة تانية علشان يدمر الامل ده جواك مرة تانية، ويستمتع برؤيتك بتتوجع وبتتألم من احساسك بخيبة الامل اللي بتصيبك. وده من اهم الاسباب اللي بتخلي النرجسي يرجع لك ولو بعد سنين علشان يخرب حياتك مرة تانية. اما لما بتكون فاهم ده وعارف ومتأكد ان النرجسي مهما غاب او بعد عنك مش ممكن هيتغير ابدا، هتقدر تلاحظ خداع النرجسي ليك، وتقدر تفهم كذبه عليك، وتعرف انه بيحاول بس انه يسيطر عليك مرة تانية. النرجسي بيكون عايز يستخدم مشاعرك ضدك، لانه بيستمتع جدا بالتحكم والسلطة اللي بيحصل عليها من تلاعبه بمشاعرك. علشان كده بيحاول دايما يوصل لمشاعرك، بيكون عايز يفاجئك النرجسي حتى لما بيرجع، وده اللي بيخليه يرجع بعد سنين من الغياب علشان يعرف ويشوفك قد ايه انت غضبان منه ومتضايق من اللي عمله معاك، ورد فعلك لما تشوفه علشان يبدأ يستخدم كل ده للانتقام منك. لما النرجسي بيغيب عنك بيكون محتاج انه يحصل منك على حاجة معينة، ولكن هو مش هيقولك ايه اللي هو عايزه منك بالظبط، لحد ما يقدر يتلاعب بيك عاطفيا ويقدر يحصل منك في الوقت ده على اللي هو عايزه بدون ما يطلبه منك. لما النرجسي بيكون عايز منك حاجة لازم تكون متوقع منه كل انواع التلاعب العاطفي. ولما النرجسي بيختفي فجأة من حياتك بيحاول ان يكون الاختفاء ده بسبب، حتى ولو كان سبب تافه، علشان يكون في سبب لرجوعه ليك مرة تانية بعد غيابه. عايزك تكون متأكد من حاجة في منتهى الاهمية، ان النرجسي لما بيرجع لك مرة تانية ما بيكونش ابدا بسبب انه تغير او انه ندمان. اوعى تقع في الفخ ده ابدا. كل اللي النرجسي بيكون عايزه من عودته ليك مرة تانية هو ازاي يعيشك في حزن دائم وتخريب حياتك مرة تانية. دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم بيها، وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.